السلام عليكم. الفكره ديال الهاشتاغ فكره ممتازه، ديال 7 دراهم ليسانس 100 درهم مازوت، غير هو الهاشتاغ ما كيعيش بزاف وحتى الفيديوهات ما كيعيشوش بزاف. اللي كنقترح انا وهاد القضيه غنديرها اقتناعا مني بانه خصنا طرق تواصل جديده وحضاريه وسلميه باش الصوت ديال الناس يوصل. انا هذيك هاشتاغ 7 دراهم هاشتاغ 8 درهم اللي هي بالرمزيه ديالها كامله غندير التصويره ديال البروفيل ونبانو، ما نكونوش مخبيين، بان القناعه ديالك فوتو دو بروفيل. يبدا بنادم يدوز في لي فوتو دو بروفيل ويبان ليه هاد السيد هذا عنده قناعه باغي الثمن ديال المازوت وديال ليسونس يهبط، وهاد المساله كتكون معبره. انا عندي راه التصويره ديال البروفيل هذا مكان.